الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث ثوبان فقال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث من رواية ثوبان ابن بجدد من أهل الصراه. هذا أصابه سبي فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى الشام إلى حمص، وتوفي بها 54 للهجرة. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه أحمد وأبو داود من طريق ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه. وهذا الحديث أعله الإمام أحمد رحمه الله بعدم سماع راشد بن سعد من ثوبان، ولكن ذكر البخاري رحمه الله أن راشدا سمع ولقي ثوبان، ويدل لذلك كما ذكر ابن عبد الهادي، يدل لذلك أن راشد بن سعد حضر صفين مع معاوية، وثوبان مات 54، فإمكانية اللقاء بينهما واردة، وإمكانية السماع بينهما واردة ولا إشكال. فالحديث إن شاء الله صحيح لا إشكال في ذلك. قال ثوبان: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية هي القطعة من الجيش، أقلها 5 أفراد، 5 فرسان، إلى 400 أو إلى 300 فارس. فهذه السرية، والسرية سميت بذلك لأن أغلب سيرها يكون في الليل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا، وفي لفظ أبي داود: فأصابهم البرد فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. العصائب جمع عصابة، والعصابة هي ما يعصب به الرجل رأسه من عمامة ونحو ذلك. والتساخين هي ما يلبس على الرجل يراد من وراء ذلك تسخين القدمين، وهذا شامل لما يلبس على القدمين سواء كان خفا أو كان جوربا أو نعلا أو حذاء أو ما شابه ذلك. المصنف رحمه الله ذكر فقال: فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. قوله رحمه الله يعني يعني العمائم ويعني الخفاف، هذا تفسير من المصنف وإدراج منه، وليس من لفظ الحديث، وليس من لفظ الحديث. تقدم معنا حكم مسح الرجل على العمامة، وقلنا بأن العمامة يمسح عليها على الصحيح من أقوال العلماء، ويدل لذلك هذا الحديث: فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. وقلنا بأن العصائب كل ما يعصب به الرأس عمامة أو نحو ذلك. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وقال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فانزع. وثبت ذلك عن أنس. فالمسح على العمامة لا إشكال في ذلك، ولو من دون ضرورة وحاجة.
لماذا؟ لأن الإنسان إذا لبس عمامة فإنه بالضرورة وفي العادة وفي الغالب سيسخن رأسه وربما سيعرق شعره، فإذا نزع العمامة عند الوضوء للمسح فإنه ربما سيمرض فيصيب رأسه الذي كان في دفء وسخون ربما عرق، يصيبه هواء بارد فهذا أدعى إلى مرضه. فلهذا الشريعة الإسلامية أباحت لمن كان لابسا للعمامة أن يمسح عليها من دون نزعها والمسح على الرأس، من دون نزعها والمسح على الرأس. وهذا من تيسير الله عز وجل لهذه الأمة وجعل هذا الدين لا حرج فيه. وتقدم معنا كذلك أن المسح على العمامة لا يشترط أن تلبس على طهارة، وليس لها وقت كالمسح على الخفين ونحو ذلك فالمسح على العمامة إن شاء الله لا يشترط له توقيت، ولا يشترط له أن تكون قد لبست على طهارة. فهذا فالمسح على العمامة بخلاف المسح على الجوربين والخفين. ثم كذلك تقدم معنا ما يتعلق بمسح المرأة على خمارها، وقلنا بأن ذلك إن شاء الله جائز لا إشكال فيه، وتمسح على الخمار الذي يكون مشدودا، أما إذا كان مرسلا هكذا فإنها تمسح على رأسها، الآن ما يتعلق بالمسح على الجوربين، تقدم معنا أن الخف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليه هو ما كان من جلد، لأن الخف يطلق على ما يلبس على القدمين من جلد. الآن ما حكم المسح على ما يلبس على القدمين من جورب ومن حذاء ونحو ذلك؟ فالجورب تارة يكون فيه جلد، ولكن الناس الآن صارت تلبس جوارب، تقاشير، هذه التقاشير ربما تكون من نايلون، ربما تكون من صوف، ربما تكون من قطن وما شابه ذلك، ما تكونش من خف كما ورد، ما تكونش من جلد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليه. فهل يجوز المسح على ذلك أم لا؟ فنقول إن شاء الله جاء المسح على الجوربين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، جاء كذلك من حديث أبي موسى الأشعري، جاء كذلك من حديث بلال عند الطبراني، ولكن هذه الأحاديث التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين لا تخلو من ضعف ولا تخلو من كلام. لكن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على جواربهم، ثبت ذلك عن أنس، ثبت ذلك عن أبي مسعود، عن أبي أمامة، عن علي رضي الله عنه، عن البراء بن عازب وغير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مسحوا على الجوارب، ولا يعلم لهم مخالف، من الصحابة، فكان بمثابة، فكان المسح على الجوارب بمثابة المسح بمثابة الإجماع السكوتي، هذا هو الدليل، لجواز المسح على الجوارب. يدل لذلك الأثر كما تقدم، ويدل لذلك النظر والقياس. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية أباحت المسح على الخف، والخف مصنوع من جلد، أما الجورب فيكون مصنوع من قطن أو صوف أو نحو ذلك، الآن لا يمكن أن يقال إن الشريعة أباحت المسح على الخف ولم تبيح المسح على الجوربين وليس بينهما فرق إلا أن هذا من جلد وهذا من قطن أو صوف أو نايلون، وهذا الوصف لا يؤثر، هذا وصف طردي كما يسميه أهل الأصول، بمعنى أن الأحكام لا تنبني على وصف أن هذا من قطن
وأن هذا من خف، وأن هذا من صوف، وأن هذا من نايلون ونحو ذلك. هذه الأوصاف لا تؤثر في الأحكام، الأحكام لا تنبني على نوعية الخف، وعلى نوعية ما يلبس على الرجل، ولا على نوعية ما يلبس على الرجل ومن أي شيء هو. فهذا الأمر لا يؤثر في بناء الأحكام، لا يؤثر في بناء الأحكام. لهذا قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: المسح على الجوربين هما خفان غاية ما في الأمر إلا أنهما من صوف. ابن عمر رضي الله عنه ما قال: المسح على الخفين كالمسح على الجوربين كالمسح على الخفين، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. زد وإن كان يصح التعليل بهذه الحكمة، لأن كما تقدم لماذا الشريعة الإسلامية أباحت المسح على الخفين؟ لماذا؟ من باب التخفيف، من باب التخفيف والتيسير. الإنسان أو يتوضأ وهو لابس خف، من يسر الشريعة أنه من دون أن تنزع ثم تغسل ثم تعيد اللبس، فقالت له الشريعة: امسح على الخفين فإن ذلك يجزئ تيسيرا له. لهذا الشريعة الإسلامية أعطت للمسافر 3 أيام، لأن المسافر يحتاج إلى المسح على الخفين أكثر من المقيم، أكثر من المقيم. لهذا الشريعة الإسلامية أجازت له ذلك. لماذا؟ لأن فيه تيسيرا له، لأن فيه تيسيرا له، وعدم تكليفه بنزع خفه ثم غسل رجليه ثم لبس خفيه مرة أخرى، فهذا فيه تعسير ومشقة عليه نوعا ما. فالشريعة الإسلامية أجازت له أن يمسح مباشرة. هذا الأمر وهذا التخفيف كما هو موجود في الخفين اللذين هما من جلد، كذلك هو موجود في النعال، كذلك هو موجود في الجوربين، كذلك هو موجود في الأحذية. فهذه الأشياء كلها على مدار واحد وعلى حكمة واحدة، ألا وهي تيسير الوضوء على المكلف وعدم تكليفه بنزع ما يلبس على الرجل ثم غسل رجله ثم بعد ذلك يلبس ذلك، خاصة إذا كان في الطريق، خاصة إذا كان في الطريق. فتيسيرا له أن الشريعة الإسلامية أباحت له أن يمسح على الخفين. وهذه الحكمة كما هي موجودة فيما يلبس على رجلين من جلد، كذلك هي موجودة فيما يلبس على رجلين من صوف أو قطن أو نايلون أو نحو ذلك. فالشريعة الإسلامية أحكامها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، فالمسح على الجوربين على وفق القياس، المسح على الجوربين والنعلين والأحذية وما شابه ذلك على وفق القياس إن شاء الله تعالى. الآن نذكر مسائل تتعلق بالمسح على الجوربين أو المسح على الخفين والنعلين ونحو ذلك. هل يشترط في ما يلبس على القدمين وعلى الرجلين لكي يمسح عليه في الوضوء، هل يشترط أن يكون ساترا لمحل الفرض؟ بمعنى، هل يشترط أن يكون في الخف أو الجورب أو النعل أو الحذاء، هل يشترط أن يكون ساترا للقدم كلها إلى الكعبين؟ هل يشترط في الكعبين أن تكون مستورتين؟ نقول إن جمهور العلماء اشترطوا ذلك، وقالوا بأن ما يلبس على القدمين مما هو تحت الكعبين فإنه لا يجوز المسح عليه. قالوا بأن المسح على الجوربين بدل من غسل الرجلين، فلا بد أن تكون مستورتان جميعا. ولكن الصحيح إن شاء الله هو ما ذهب إليه ابن حزم، إلى أن ما يلبس على الرجلين لكي يمسح عليه لا يشترط أن يكون ساترا للكعبين. فمثلا خاصة في هذا الزمان هناك جوارب تكون تحت الكعبين، تستر القدمين ولكن
ولكن الكعبين مكشوفتان. مثلا هناك أحذية كذلك كما يسمونها لطرابير، هذه الأحذية تكون الكعبان مكشوفتان، لا تستر الكعبين، لا تستر الكعبين. مثلا حذاء كلاسيكي ومن نحو ذلك، هل يجوز المسح على ذلك أم لا؟ هل يجوز المسح على ذلك أم لا؟ الصحيح أنه لا يشترط، أي فيما يلبس على الرجلين لكي يمسح عليه، لا يشترط أن يكون ساترا للكعبين، لا يشترط. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية لما أباحت المسح على ما يلبس على القدمين لا يوجد شرط، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا بد لكي يجوز المسح على ما يلبس على القدمين لا بد أن يكون ساترا للكعبين. لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل على ذلك حتى نشترطه. زد على ذلك أنه من حيث اللغة، من حيث اللغة، فما يلبس على القدمين يسمى جورب ويسمى خف، ولو كانت الكعبتان مكشوفتين، ولو كانت مكشوفتين فيطلق عليه خف، يطلق عليه جورب، ولا إشكال في ذلك. فاشتراط ذلك لا معنى له ولا دليل عليه، لا من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا من حيث اللغة، ولا من حيث اللغة. فلهذا نقول إن شاء الله الإنسان إذا كان يلبس شيء على القدمين كعبتاه مكشوفتان فإنه يجوز أن يمسح عليه، حتى يكون جورب، يكون حذاء، يكون خف ونحو ذلك، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. الآن كذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب خلع الخفين وهو على طهارة المسح قبل تمام المدة. مثلا إنسان مسح على حذائه أو على جوربه على الساعة 12 زوالا مثلا، وقلنا وتقدم معنا أن الوقت الذي يشترط للمسح اللي هو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، قلنا هذه المدة تبدأ من وقت أول مسحة، تبدأ من أول وقت مسحة. فأول مسحة امسحها على الساعة 12 زوالا مثلا، فبدأ يمسح على ليلا أراد أن يصلي العشاء، فنزع خفيه وخلع خفيه أو حذاءه وهو على طهارة، هل خلع خفيه وهو على طهارة من مسح قبل انتهاء المدة 24 ساعة لم تمر بعد ونزع، هل عندما ينزع الخفين أو الحذاء أو النعلين أو الجوربين ونحو ذلك هل تبطل طهارته؟ هل ينتقض وضوءه؟ هل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى ولو لم ينتقض وضوءه؟ نقول إن الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن خلع الخفين أو النعلين أو الجوربين قبل تمام المدة 24 ساعة مازال ما خلصش، قبل تمام المدة ونزع وهو على طهارة، فإن هذا لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء وهو على طهارة. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية كما سيأتي معنا بيّنت نواقض الوضوء ولم تذكر من نواقض الوضوء خلع الخفين ونزعهما قبل تمام المدة. لا يوجد دليل من كلام الله ولا من كلام رسوله إبطال وضوء من نزع خفيه بعد طهارة المسح عليهما، فهذا إن شاء الله لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. فإذا نزع خفيه أو نعليه أو حذاءه وهو على طهارة ولم يتقض وضوءه فإنه يجوز له أن يصلي، ولا يجب عليه لا أن يغسل رجليه
ولا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى، ولا يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. الآن المسألة أخرى مشابهة، مثل هذا الإنسان بدأ المسح على الساعة 12 زوالا، قلنا تبدأ المدة من أول مسحة، بدأ يمسح 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 ولم ينزع خفيه، بقى إلى الساعة 12 أكمل 24 ساعة. لما كملت 24 ساعة هو لا يجوز له إذا انتقض وضوءه أن يمسح مرة أخرى لأن المدة انتهت، لكن هل وضوءه ينتقض؟ قال هو على الساعة 12 زوالا راه على وضوء، طبعا من مسح لم ينزع خفيه، وجاء الظهر، والظهر مثلا على الساعة 12:45 أو 12:50، هل يجوز له أن يصلي الظهر؟ أم نقول له إن مدة المسح انتهت وبانتهائها ينتقض وضوءك؟ نقول لا، نقول إن مدة المسح، إن مدة 24 ساعة جعلت لبداية المسح ونهاية المسح، لم تجعل لتقول لنا إن المدة إذا انتهت بالضرورة وعلى شكل آلي ينتقض وضوءه، لا، وضوءه صحيح ما دام أنه لم ينتقض وضوءه بنواقض معلومة معروفة، فإن وضوءه إن شاء الله وطهارته تبقى، وانتهاء المدة لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لأن طهارته قامت بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يجوز لنا إبطالها إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. فهذا الإنسان الذي انتهت مدته 24 ساعة لا يمكنه أن يمسح بعد ذلك حتى يغسل رجليه، هذا أمر معروف معلوم، لكن هل طهارته تنتقض بمضي المدة وتمامها؟ نقول إن طهارته باقية ما لم يأتي بناقض، ما لم يأتي بناقض. بقيت لنا مسائل تتعلق بالمسح الخفين، هذه إن شاء الله نأتي عليها في الحصة المقبلة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.